مرحبا بكم من جديد. أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تعديل آلية تحقيق نسب النمو السنوية لمستهدفة التوطين على منشآت القطاع الخاص التي تضم 50 موظفا فأكثر، بحيث تتم متابعة الالتزام بشكل نصف سنوي مع الإبقاء على نسبة نمو 2% المقررة بنهاية العام، وذلك تنفيذا لقرار تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء بشأن آلية تحقيق نسب النمو السنوية المستهدفة للتوطين، ولا يتضمن التعديل أي التزامات أو أعباء إضافية على الشركات، ولم يطرأ أي تغيير بالنسبة لقيمة المساهمات المالية المفروضة على المنشآت غير الملتزمة بنسب التوطين المقررة، ولكن بات تحصيلها يتم بصورة نصف سنوية، بما يحفز القطاع الخاص على توظيف الكوادر الوطنية بشكل مستمر لتحقيق نسبة النمو المطلوبة دون الانتظار لنهاية العام. احنا اليوم حقيقة نهدف من خلال الإحاطة الإعلامية لتوضيح التعديل اللي تم في قرار مجلس الوزراء المتعلق بآلية متابعة تحقيق مستهدفات التوطين في القطاع الخاص. المستهدفات المطلوبة من الشركات في القطاع الخاص ما زالت هي نفس المستهدفات التي تم اعتمادها، اللي هي نسبة نمو 2% على الوظائف المهارية في شركات اللي توظف أكثر من 50 عام عاملاً فأكثر. الآن الآلية الجديدة تهدف إلى تحقيق هذا المستهدف على مدار العام من خلال تحقيق وتيرة توظيف مستمرة، بحيث أن يتم استهداف وتحقيق نسبة التوطين 1% في النصف الأول و 1% نسبة نمو في النصف الثاني، بذلك يكون هناك وتيرة توظيف مستمرة. هذا القرار يدعم القطاع الخاص في التخطيط الأمثل للقوى العاملة، أيضا يدعم وتيرة التوظيف، يدعمنا نحن في تحقيق المستهدفات، يدعم متابعة الالتزام، يؤكد على أهمية أن يكون هناك شراكة مستمرة على مدار العام بين القطاع الخاص وبين النافس وبين الوزارة وبين الباحثين عن عمل.